السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي طلاب الصف الثاني، معكم المعلمة نداء جمعة، معلمة اللغة العربية. بسبب ما آلت إليه الظروف الأخيرة في بلادنا وفي بلدان العالم أجمع، ارتأت وزارة التربية أن يصبح التعليم حاليا تعليما عن بعد، حرصا على سلامتكم وسلامة كل أبناء الوطن. أتمنى أن تنجح جهودنا وجهودكم في جعل هذه العملية مثمرة. هذا هو البرنامج الذي بدأنا الإعطاء فيه في الأسبوع الماضي. بدأنا بدرس النص المعلوماتي عالم الحشرات من حولنا. إذن هكذا يعمل البرنامج. هكذا يعمل. إذن أبنائي، عالم الحشرات من حولنا، وهو نص معلوماتي. أهداف النص المعلوماتي: أولاً، أن يفسر المتعلم المفردات الجديدة مستخدماً المعجم المبسط المصور. أن يتعرف المتعلم على عالم الحشرات. أن يقرأ النص بشكل سليم. أن يربط المعلومات في النص بمادة العلوم. إذن المفردات الجديدة، عندي اليوم 8 مفردات جديدة سأعرضها عليكم بالتسلسل. أول مفردة هي براعم. براعم هي اسم جمع. ها هي البراعم. تظهر براعم أشجار اللوز في أواخر فصل الشتاء. إذن ما هي البراعم؟ هي زهور الشجرة قبل أن تتفتح، ومفردها برعم. مثال ثاني: ما أجمل براعم زهرة البرتقال. الآن تنقب. كلمة تنقب وهي فعل. تنقب، الشركة تنقب عن النفط. ما معنى تنقب؟ تنقب تحفر. التنقيب هو حفر الأرض. إذن تنقب تحفر وتبحث. مثال: نقبت البلدية عن الذهب. نقبت أي حفرت وبحثت عن الذهب. المفردة الثالثة: تمويه. تمويه هي اسم. تغير الحرباء لونها للتمويه على أعدائها. ما معنى التمويه؟ إذن التمويه هي اسم، تعني الإخفاء والتضليل. يستخدم الجنود أغصان الأشجار للتمويه على الأعداء. للتمويه، إذن للاختفاء وللتضليل على الأعداء. إذن الحرباء هي من الحشرات التي تستخدم التمويه للاختفاء ولتضليل أعدائها. المفردة الرابعة: الضارية. الضارية هي اسم. النمر كالأسد من الحيوانات الضارية. الضارية تعني الشديدة العنيفة الفتاكة. مثال ثاني: يعد النسر من الطيور الضارية، من الطيور الفتاكة العنيفة الشديدة. الآن سأنتقل إلى الاختبار الأول الذي قدمته في الدرس الأول لهذه الأربع مفردات. إذن هكذا كنا نبعث الاختبار القصير. هو عبارة عن سؤالين أو ثلاثة. ما معنى كلمة براعم؟ إذن هي أغصان أشجار اليابسة، أغصان.
أم ظهور الأشجار قبل أن تتفتح أم أوراق النبات المتساقط؟ إذن هي الجواب الثاني، ظهور الأشجار قبل أن تتفتح. الآن تنقب الشركة عن النفط، ما معنى تنقب؟ تحفر، تخزن أم تخفي؟ إذن تحفر. ثالثاً، تغير الحرباء لونها للتمويه على أعدائها، ما معنى تمويه؟ لعب وتسلية، بحث عن الطعام أم إخفاء وتضليل؟ إذن إخفاء وتضليل. يعد الفهد من الحيوانات الضارية، ما معنى الضارية؟ الشديدة والعنيفة والفتاكة، الضعيفة أم الصغيرة والأليفة؟ إذن الضارية هي الشديدة والعنيفة والفتاكة. ضد كلمة الضارية هي الأليفة الضعيفة. إذن ها هو الاختبار الأول لهذه الأربع مفردات. أعود إلى المفردات الأخرى. صرنا عند المفردة الخامسة، تتوهج. تتوهج هي فعل، فعل تعني تشتد، تتوقد، تسطع أكثر. إذن أول مثال، توهجت الشمس في سماء زرقاء. توهجت أي اشتدت وتوقدت، اشتدت وتوقدت وسطعت في سماء زرقاء. إذن تتوهج هنا في الفعل في المضارع، تتوهج، توهجت في الماضي، تتوهج تشتد وتتوقد. إذن المثال الثاني، توهجت الشمس في وقت الظهيرة، هي المفردة الخامسة. المفردة السادسة، يرقات. يرقات هي اسم، اسم بالجمع. هذه الدودة البيضاء يرقة، يرقة ها هي، ستتحول إلى فراشة. يرقة، ما معنى يرقة؟ اليرقة هي طور مبكر من أطوار نمو الحشرات. إذا هي طور مبكر، طور يعني مرحلة، مرحلة مبكرة من مراحل نمو الحشرات. في هذه المرحلة أو في هذا الطور يخرج من البيضة، هذا الطور يخرج من البيضة له شكل عديم الأجنحة يشبه الدودة، يشبه الدودة. إذن ها هي اليرقة. إذن اليرقة هي مرحلة تخرج بعد من البيضة بعد أن تفقس، له شكل عديم الأجنحة، ليس لها أجنحة، وتشبه الدودة، جمعها يرقات. إذن مثال ثاني، صغار الحشرات تصبح يرقات قبل أن تكون حشرة كاملة. المفردة السابعة، مستعمرة. مستعمرة هي اسم. انظروا الصورة، ها هي مستعمرة المرجان. المرجان نبات يعيش في أعماق البحار. إذن مثال، يعيش المرجان في مستعمرة في أعماق البحار. مستعمرة، مستعمرة هي اسم، هي مجموعة من الكائنات تعيش مجتمعة مع بعضها بعضا. إذن هي مجموعة كائنات تعيش مجتمعة مع بعضها البعض. مثال ثاني، يعيش النمل في مستعمرة تحت الأرض. إذن النمل يعيش في مستعمرة، في مجموعة تحت الأرض. المفردة الثامنة والأخيرة هي أسراب. أسراب هي اسم بالجمع. تسافر الطيور في أسراب بين الحين والآخر. في أسراب أي في مجموعات. أسراب تعني فريق من الطير والحيوان، إنه الطير والحيوان عندما تجتمع مع بعضها تهاجر أو تطير، تسمى سرب، يكون تشكل سرب، سرب بالمفرد، أسراب في الجمع. لاحظ، أعتقد أن معظمكم قد لاحظ هذه الأسراب في السماء في فترات معينة من الفصول السنة، تهاجر الطيور بشكل أسراب، بشكل مجموعات. إذا مثال،
تهاجر بعض الطيور في أسراب. هذه هي المفردة الثامنة، أسراب، مفردها سرب. الآن سأنتقل إلى الاختبار الذي بعثته لكم في الدرس الأول على شكل بولي. إذن هذه كانت الجلسة الأولى في شرح المفردات الجديدة. سأنتقل إلى الجلسة الثانية حيث بدأنا بالنص التعليمي. إذن سنبدأ بناص عالم الحشرات من حولنا، نعيد الأهداف، أن يفسر المتعلم المفردات الجديدة. استخدمنا المعجم المبسط المصور وفسرناه في الدرس السابق. أن يتعرف المتعلم على عالم الحشرات، اليوم سنتعرف على عالم الحشرات. أن يقرأ النص بشكل سليم، سنقرأه بشكل سليم وستقرأونه في بيوتكم مرارا وتكرارا. ثم أخيرا سنربط المعلومات في النص بمادة العلوم. ها هي الحشرات، أكيد هناك الكثير من الحشرات التي عرفتها في هذه الصورة. ماذا تعرف عن عالم الحشرات بني؟ اليوم سنتعرف بعض المعلومات عن هذا العالم الواسع والكبير جدا. سأبدأ بالقراءة. عالمنا مليء بالحيوانات بمختلف أشكالها وألوانها وأحجامها، منها ما يعيش على سطح الأرض، ومنها ما يعيش في باطنها، ومنها ما يعيش على الأشجار وفي أعالي الجبال. بعضها يطير، وبعضها يزحف، وبعضها يسير. بعضها يتغذى على اللحوم، وبعضها يتغذى على الأعشاب، وبعضها يتغذى على الاثنين معا. وإذا اخترنا الحشرات من عالم الحيوان، فإننا سندخل إلى عالم كبير جدا، متنوع وغريب. فالحشرات تشكل 75% من تعداد الحيوانات الموجودة. إذن ما النسبة التي تشكلها الحشرات من تعداد الحيوانات الموجودة؟ تشكل الحشرات نسبة 75% من تعداد الحيوانات الموجودة. إذا نسبة كبيرة، تشكل 75% من تعداد 75%، إذا هي عدد ليس قليلا أبدا، هو عدد كبير جدا. الآن سنتكلم عن جسم الحشرات. سأقرأ. الحشرات كائنات لا عمود فقري لها، ولها أرجل متصلة، وينقسم جسم الحشرة إلى ثلاثة أقسام: الرأس والصدر والبطن. وتتنفس الحشرة من فوهة أو فتحة تنفسية في جسمها. إذن هاي الحشرات لا عمود فقري لها، ولها أرجل متصلة، وينقسم جسم الحشرة إلى ثلاثة أقسام: الرأس، الصدر، البطن. طبعا هناك الأجنحة والأرجل، ولكن الأقسام الرئيسية رأس، صدر، بطن. هل الحشرات عمودا فقريا؟ كلا، ليس لها عمودا فقريا. مما يتألف جسم الحشرة؟ يتألف جسم الحشرات من ثلاثة أقسام: الرأس والصدر والبطن. كيف تتنفس الحشرات؟ تتنفس الحشرة من فوهة أو فتحة تنفسية في جسمها. إذن لديها فتحة تنفسية أو فوهة في جسمها. الآن نمو الحشرات.
هناك مراحل عديدة تمر بها صغار الحشرات لتصبح حشرة بالغة، فالتطور الكامل يتألف من 4 أطوار، وهي البيضة وتفقس منها يرقة لا تشبه اليافعة، وقد تكون أشبه بالديدان، ثم تصبح شرنقة، وداخل هذه الشرنقة تتخلق اليافعة ويكتمل نموها، ثم تنطلق كحشرة كاملة. ومن الأمثلة على الحشرات ذات التطور الكامل النحل والذباب والفراش. إذن هناك مراحل عديدة تمر بها صغار الحشرات حتى تصبح حشرة بالغة. هي هذه المراحل: بيضة، يرقة، ثم شرنقة، ثم حشرة بالغة. بيضة، يرقة، شرنقة داخلها عذراء، ثم تخرج الفراشة لتصبح فراشة بالغة. إذن اليرقة لا تشبه الفراشة أبدا. إذن بيضة، يرقة، شرنقة، ها هي الشرنقة، ثم حشرة بالغة. الآن البحث عن الطعام. تبحث الحشرات عن طعامها بطرائق مختلفة لتتغذى وتنمو، ويتناول بعضها أوراق النباتات وبراعمها وزهورها وفاكهتها وجذورها، بينما يمتص البعض الآخر عصارات النباتات أو حتى دم الحيوانات. إذن بعضها يتغذى بطرائق مختلفة، بعضها يأكل النبات، أوراق النباتات والبراعم والزهور والفاكهة ما يخص النباتات، بينما بعضها يمتص، يأكل بعضه، يمتص البعض الآخر، بينما يمتص البعض الآخر عصارات النباتات أو حتى بعض الحشرات الأخرى أو حتى دم الحيوانات. إذن هذه صور توضح طرق تغذية الحشرات. إذن هنا تتغذى على الأوراق، تتغذى على الثمار وحبات القمح، هنا عنكبوت يصطاد حشرة، يصطاد الحشرة ويمتص هذه الحشرة، وهنا بعوضة تمتص دم الحيوان أو دم الإنسان. الآن بعض، نتابع النص، بعض الحشرات تحفر الأنفاق وتنقب في التربة، مثل الحفار الغنشوش، والذي يعد آفة خطيرة تؤثر سلبا على منتجي المحاصيل الزراعية، فيما تبحث أخرى عن وجبتها على سطح الأرض، مثل النمل، وتنصب بعض الحشرات شراكا لتلتقط فيه فريستها، مثل العناكب. إذن تعرفنا بعض الحشرات تحفر الأنفاق، مثل هذا الحشرة الغنشوش، ها هو الغنشوش، ويعد آفة، هذا يعد آفة خطيرة تؤثر سلبا على منتج المحاصيل الزراعية، لأنه يحفر الأرض ويحفر التربة حيث هناك البذور وهناك المحاصيل، عندما يحفر الأرض يقتل هذه البذور ويؤثر سلبا على المنتج القادم. إذن الاختباء ولفت الانتباه. الآن بعض الحشرات تختفي في بيئتها شكلا ولونا للتمويه على أعدائها الضارية أو الاختباء لفريستها، فهي بذلك تقوم بعمليتي التمويه والاختباء، مثل الحشرات الوارقات وحشرة العصا، بينما تعرض بعض الحشرات ألوانها الزاهية أو تصدر أصواتا أو تتوهج في الليل للتواصل بين بعضها بعضا أو للفت الانتباه. إذن انتبهوا هنا إلى هذا النص، هناك معظم الكلمات موجودة هنا: تنقب، للتمويه، ابحثوا تذكروها، الضارية، تتوهج. إذن في بعض الحشرات تصدر أصوات، تتوهج في الليل، لماذا علل ذلك؟ لتتواصل مع بعضها البعض
أو للفت الانتباه. لفت الانتباه أي جذب النظر، لفت الأنظار. إذن لماذا تختفي بعض الحشرات في بيئتها شكلا ولونا؟ الجواب: للتمويه والاختباء عن أعدائها وللاختباء عن فريستها. هذه بعض الصور لبعض الحشرات التي تستخدم التمويه. هذه حشرة وهذه حشرة، هذه فراشة وهذه أيضا حشرات، هذه ورقة حشرة العصا على ما أظن. نعم، لماذا تصدر الحشرات أصواتا؟ للتواصل مع بعضها البعض أو للفت الانتباه. إذن هذا الاختبار الأول في الجلسة الثانية بعثته لكم. ما النسبة التي تشكلها الحشرات من تعداد الحيوانات الموجودة؟ إذن كانت الإجابة 75%. هل الحشرات عمودا فقريا؟ لا. كيف تتنفس الحشرات؟ من أنفها، من فتحة تنفسية في جسمها، من أجنحتها؟ إذن أكيد الإجابة هي من فتحة تنفسية في جسمها. يعد الحفار الغنجوش حشرة تنقب في التربة وتحفر الأنفاق، حشرة مفيدة للمحاصيل الزراعية، آفة خطيرة تؤثر سلبا على المحاصيل الزراعية. هنا كان لدي إجابتين: حشرة تنقب في التربة وتحفر الأنفاق، وآفة خطيرة تؤثر سلبا على المحاصيل الزراعية. ما معنى كلمة تمويه؟ إذن هي إخفاء و تضليل. إذن هنا في هذا الاختبار انتهينا من الجلسة الثانية. سننتقل إلى الجلسة الثالثة وهي إكمال النص المعلوماتي حيث ما توقفنا. إذن توقفنا هنا، نتابع النص المعلوماتي. يمكنك الآن أن تنظر إلى الجدول لتتعرف بعض الحشرات. الآن أنا قسمت الجدول، كل حشرة في فقرة إذن في فقرة منفصلة. النحل، سنبدأ بالحديث عن حشرة النحل. النحل تضع المليكة البيضة داخل قرص العسل، ويكون البيض أبيض لؤلؤيا كبيرا مثل حجم رأس الدبوس. وبعد 3 أيام تخرج من البيضة يرقات صغيرة شبيهة بالديدان. إذن الملكة تضع البيض في قرص العسل، ويكون البيض أبيض لؤلؤيا كبيرا مثل رأس حجم الدبوس. ها هو البيض أبيض لؤلؤي كبير. الآن يسمى صوت النحلة أزيز، كلنا يعرف صوت النحلة. ويطير النحل من زهرة إلى زهرة، فيأخذ الرحيق ثم يطير مرة أخرى ليبحث عن المزيد. وأثناء طيرانه يجمع حبوب اللقاح في أرجله. إذن صوت النحلة أزيز، يطير من زهرة إلى أخرى. إذن قلت لكم في الجلسة أن النحل أيضا يقوم بعملية مهمة جدا، فهو يجمع حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى. هنا إذن عندما تقف النحل على الزهرة تجمع في أرجلها حبات الطلع أو غبار الطلع، هي غبار أصفر اللون، وينقلها إلى زهرة أخرى. وهذه العملية جدا مفيدة في تكاثر الأزهار وعملية نمو الأزهار. يعيش
يعيش النحل في مجموعات، وقد يصل عدد النحل في الخلية الواحدة إلى 60,000 نحلة. إذن يعيش النحل في مجموعات، إذن هو يعيش في مجموعات ولا يعيش منعزلا. في الخلية الواحدة يصل إلى 60,000 نحلة. إذن هون أنا بعثت بولينج، بعد كل حشرة بعثت اختبار. هذا الاختبار الذي بعثته لكم. بيض النحل أبيض لؤلؤيا كبيرا مثل حجم الدبوس، أصفر لؤلؤي صغير، أبيض لؤلؤي صغير جدا. إذن هو الاختيار الأول. تفقس بيوض النحل بعد 3 أيام، 3 أشهر أم 3 أسابيع؟ إذن الاختيار الأول 3 أيام. صوت النحل يسمى صرير، هدير أم أزيز؟ إذن يسمى أزيز. يعيش النحل في مجموعات، نعم أم لا؟ أكيد نعم. يصل عدد النحل في الخلية الواحدة إلى 60,000 نحلة، مليون نحلة، 60. إذن يصل عدد النحل في الخلية الواحدة إلى 60,000 نحلة. طبعا أتابع بعض الصور للنحل، دورة حياة النحلة، بيض، يرقة، شرنقة، ثم حشرة كاملة. إذن هذه الملكة تضع البيوض، تفقس بعد 3 أيام لتشكل اليرقة ثم الشرنقة، تنمو حتى تصبح نحلة كاملة تطير من الخلية. الآن ننتقل إلى الخنافس. الخنافس، ها هي الخنافس. الفقس والنمو. إذن الخنافس تضع الأم بيضها في مكان آمن، وبعد 4 أيام يفقس البيض ويخرج الصغار على شكل ديدان صغيرة تسمى يرقات. إذن الأم هنا هي من تضع البيوض، ولا يوجد لدينا ملكة. إذن تضعها في مكان آمن، بعد 4 أيام تفقس وتخرج الصغار على شكل ديدان صغيرة تسمى يرقات. للخنفساء أجنحة مثل أغلب الحشرات، لكنها أجنحة سرية، لأن الأجنحة الحقيقية للخنفساء تختفي تحت أغلفة صلبة. إذن ها هي الخنافس، انظروا، ها هي الأجنحة السرية تختفي تحت أجنحة صلبة. إذن لديها أجنحة سرية. الآن تعيش الخنافس حول النباتات، ويحب الناس هذه الخنافس لأنها تأكل الحشرات الأخرى التي تضر بالزرع الأخضر. إذن علينا ألا نؤذي هذه الخنافس لأنها تفيد الإنسان وتأكل الحشرات التي تضر بالزرع الأخضر. ها هي دورة حياة الخنافس. هذه الخنفساء تسمى الدعسوقة، بيضة، يرقة، عذراء، ثم خنفساء مكتملة النمو، بيضة، يرقة، عذراء، حشرة كاملة. الآن أعود إلى الاختبار الذي بعثته في تلك الجلسة. ها هو الاختبار. إذن تفقس بيوض الخنافس بعد 4 أيام، 4 أشهر أم 4 أسابيع؟ إذن الاختيار هو 4 أيام. لها أجنحة سرية تختفي تحت أغلفة صلبة. ليس لها أجنحة، إذن الخنافس الاختيار الأول، لها أجنحة سرية تختفي تحت أغلفة صلبة. لماذا يحب الناس الخنافس؟ هو سؤال قصير. إذن الإجابة لأنها تأكل الحشرات التي تضر المحاصيل الزراعية. أعود وأكمل. إذن الحشرة الثالثة هي النمل. النمل تضع الملكة عددا معينا من البيض، ويختلف هذا العدد حسب نوع النمل وحسب الفصل السنوي.
فقد يتراوح عدد البيض في بعض الأنواع ما بين 2 إلى 3 مليون بيضة شهرياً، ويطول عمر النملة ما بين بضعة أشهر إلى عدة سنوات، بينما تعيش الملكة إلى عمر 20 عاماً تقريباً. إذن الملكة هي من تضع البيوض. يختلف العدد حسب نوع النمل، هناك الكثير من الأنواع للنمل، في نمل هناك نمل أحمر، نمل أبيض، النمل الأسود. إذن وحسب الفصل السنوي، فقد يتراوح عدد البيض، إذن في بعض الأنواع يتراوح عدد البيض إلى 2 و3 مليون بيضة شهرياً. هلأ بالنسبة لعمر النملة، النملة قد تعيش بين بضعة أشهر إلى عدة سنوات، أما الملكة قد يصل عمرها إلى 20 عاماً. الآن يسير النمل في مجموعات كبيرة، ومن الغريب ألا يحدث أي تصادم بينها، وذلك لقدرته الفائقة على تنظيم حركة المرور، وتساعد أرجل النملة على التسلق والمشي في جميع الاتجاهات، وتستطيع النملة حمل أشياء تزن ما يقارب 20 ضعفاً من وزن جسمها. إذن يسير النمل في مجموعات كبيرة ولا يحدث أي تصادم بينها، لماذا؟ علل ذلك. لقدرته الفائقة على تنظيم حركة المرور. إذن بني للنمل قدرة فائقة لتنظيم حركة المرور، وأيضا لأن أرجله تساعد على التسلق والمشي في جميع الاتجاهات. أيضا بالنسبة لمعلومات النمل، هناك معلومة مهمة أن النمل قد يحمل أشياء تزن ما يقارب 20 ضعفا من وزن جسمه. الآن يعيش النمل معا في جماعة كبيرة تسمى مستعمرة، والنمل بناء ماهر يبني أنفاقا طويلة تحت الأرض. إذن النمل يعيش في مستعمرة، مجموعة تحت الأرض، وهو بناء ماهر يبني أنفاقا طويلة. ها هي المستعمرة، ها هو النمل، هي مستعمرة النمل، وهنا يحمل الغذاء. الآن سأنتقل إلى اختبار النمل، معلومات النمل. يتراوح عدد بيض النمل ما بين 2 إلى 3 مليون بيضة شهرياً، إذن بيضتين إلى نحو 120 بيضة شهرياً. إذن الاختيار الأول. الحشرات التي لها القدرة على تنظيم حركة السير هي النحل، الجنادب، النمل. إذن الاختيار الثالث النمل. قد يصل عمر ملكة النمل إلى 20 عاماً، 50 عاماً، أم 70 عاماً؟ إذن 50 عاماً. في جماعة يعيش النمل في جماعة تسمى مستعمرة، أم منعزلاً لوحده؟ إذا الاختيار الأول في جماعة تسمى مستعمرة. إذن أنتقل إلى الحشرة الرابعة في درسنا هذا، الجنادب. الجنادب تضع الأم بيضها في حفرة ثم تقوم بتغطيتها بالتراب، ويكون عدد البيض ما بين بيضتين إلى نحو 120 بيضة في المرة الواحدة، وصغار الجنادب تشبه كبارها لكنها أصغر بكثير وليس لها أجنحة. إذن الأم هي من تضع البيض وليس لا يوجد ملكة، تغطيها بالتراب، ويكون عدد البيض ما بين بيضتين إلى نحو 120 بيضة في المرة الواحدة. إذن صغار الجنادب تشبه كبارها، بيوض حورية غير مجنحة، حورية مجنحة، ثم جندب بالغ. إذن المراحل تقريبا تشبه الجندب البالغ. إذن لكنها إذن صغار الجنادب تشبه كبارها لكنها أصغر بكثير وليس لها أجنحة. لاحظ ليس لها أجنحة قصيرة ثم أجنحة طويلة.
الآن يسمى صوت الجندب صريرا، وتستطيع الجنادب أن تطير وأن تمشي وأن تقفز، وعندها طرائق كثيرة تتحرك بها وهي سريعة الحركة. إذن تستطيع الجنادب أن تقفز وتمشي وتطير وهي سريعة الحركة، أما صوتها هو الصرير. الجنادب كثيرة الانتقال طلبا للغذاء، ينتقل في أسراب، إذن في مجموعات كبيرة ينتقل الجراد أو الجنادب، لا حصر لها ولها رئيس تنقاد له انقيادا تاما. إذن هناك رئيس يمشي وهذه الأسراب تنقاد له انقياد كامل. إذن سأنتقل إلى اختبار حشرة الجراد. أو الجنادب عفوا. إذن الأسئلة كانت: من الحشرة التي تضع بيضها في حفرة ثم تقوم بتغطيتها؟ النمل، النحل، أم الجنادب؟ إذن الجنادب. يسمى صوت الجنادب أزيز، صرير، أم فحيح؟ إذن أزيز، عفوا صرير. تنتقل الجنادب طلبا للغذاء في مستعمرة، أسراب، أم خلية؟ إذن في أسراب. الجنادب سريعة الحركة، تطير، تمشي، تقفز، كل ما سبق. إذن هي كل ما سبق، تطير وتمشي وتقفز. انتهينا من الاختبار للحشرة الرابعة. أنتقل إلى الفقرة الأخيرة من الدرس. إذن أبنائي، الحشرات عالم كبير من حولنا، ومن المؤسف أن كثيرا منها مهدد بالانقراض للتغييرات المتزايدة التي يحدثها الإنسان في البيئة، وبعضها أوشك على الانقراض من فرط استخدام المبيدات الحشرية. لذا كلنا مسؤولون عن حماية البيئة والطبيعة والحفاظ عليها. إذن ابني، الحشرات عالم كبير وكثير منها مهدد بالانقراض للأسف. إذن لماذا؟ بسبب فرط استخدام المبيدات الحشرية، وبسبب التغييرات المتزايدة التي يحدثها الإنسان، بناء المدن، تقطيع الأشجار، القضاء على الغابات، كل هذه تغييرات يحدثها الإنسان تؤثر على هذه الحشرات وتجعلها تنقرض. لماذا أوشكت بعض الحشرات على الانقراض؟ إذن بسبب التغييرات التي يحدثها الإنسان في البيئة، وبسبب فرط استخدامه للمبيدات الحشرية. هذه الصور توضح ذلك. إذن هذه ورقة العمل لهذا الدرس مع الحل. أعتقد أن الجميع قد حل هذه الورقة. الأسئلة كانت كما التالي: اقرأ ثم أجب عن الأسئلة. هناك مراحل عديدة تمر بها صغار الحشرات لتصبح حشرة بالغة، فالتطور الكامل يتألف من أربعة أطوار، وهي البيضة، وتفقس منها يرقة لا تشبه اليافعة، وقد تكون أشبه بالديدان. إذن لن أقرأ كل الأسئلة، هذه أرجو أن تصححوا الحل. ها هي الحلول الصحيحة. إذن عدد مراحل التطور الكامل: البيضة، ثم اليرقة، ثم الشرنقة، ثم تنطلق الحشرة الكاملة. عفوا عدد. سمي ثلاث حشرات تمر بأطوار النمو الأربعة. إذن عندي النحل، الذباب، الفراش. من أين تخرج اليرقة؟ من البيضة. إلى ما تتحول اليرقة؟ تتحول اليرقة إلى شرنقة ثم حشرة كاملة. ها هي الحلول. أرجو أن تقرأوا الدرس جيدا، وأن تحفظوا هذه المعلومات المهمة، وأن تحافظوا على الحشرات ولا تقتلوا منها إلا الضار والمؤذي. شكرا لكم.